بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد البيتراس. البيتراس تخلص على محاضرتين. المحاضرة دي إن شاء الله المحاضرة الجاية النهاردة المحاضرة دي هناخد فيها جزئين، اكسترنال اير والميدل اير، والمرة الجاية إن شاء الله هناخد الانر اير والبيتراس اير إن شاء الله. يبقى البيتراس كده خلص. الجزء الاولاني اللي هناخده النهارده هنتكلم عن الاكسترنال اير باثولوجي، هنتكلم عن الكونجنتال ديزيز بتاعت الاكسترنال اير والانفلاماتوري ديزيز بتاعت الاكسترنال اير، يشملوا مالجنانت اكسترنال كيرتوز اوبتيوران وميديال كانال فايبروز وكوليسياتوم. هنتكلم عن البلاستيك ليجن بتاعت الاكسترنال اير اللي يشمل الاوستيوما والاكزوستوز، وعايزين نعرف الفرق ما بينهم. نتكلم على الكونجنتال ديزيز بتاع الميدل اير، الابارنت واللاترال انترنال كاروتيد ارتريز، فرق ما بينهم. هنتكلم عن الاوتوماسيدايتس انفلاماتوري كونديشن، اوتوماسيدايتس والكوليستياتوما، واخر حاجه نتكلم عليها البلاستيك ليجن بتاع الميدل اير، الجلوماس تيمباني. اول حاجه الاكسترنال اير باثولوجي، الكونجنتال ديزيزز ريليتد للاكسترنال اير. اشهر حاجه اسمها اكسترنال اتري كانال اتريزي، ان الاكسترنال اتري كانال ما اتخلقتش، بيسموها اكسترنال اتري كانال اتريزي. العيال دي لما بتتولد تلاقي ان عندهم الاكسترنال اتري كانال مش موجوده، ويبقى عندهم الاوركل بتاعهم بيبقى غالبا مالفورم، يا اما يكون صغير يا اما يكون مش موجود يا اما يكون مالفورم. المهم عندهم some sort of external ear auricular chain abnormality، تلاقي بيسموها مايكرو اوتيا، تلاقي ان الودن من بره شكلها ايه صغير. العيان كلينيكال بيبقى ايفيدنت جدا ومش محتاج تشخيص منك او مني، يعني هو كلينيكال بيبقى ايفيدنت جدا ان عنده الاكسترنال اير مالفورمد وما عندوش اكسترنال اتري كانال، ما بيبقاش في عنده اكسترنال اتري كانال، ده اللي بيسموه اكسترنال اتري كانال اتريزي. الاكسترنال اتري كانال اتريزي دي عادة بيبقى اسوشيتد معاها ميدل اير ابنورماليتي، يعني دايما العيان اللي هم عندهم مشاكل في الاكسترنال اير ما اتخلقتش دايما بيبقى عندهم ميدل اير فيها سام سورت اوف ابنورماليتي. ويرجع ده لان الاثنين ديفلوبد من ذا سيم فرينجال ارش. احنا عارفين ان احنا النك ديفلوبد من فرينجال ارشز في النك كده، كل واحد بيديفلوب حاجه، فالاكسترنال اير والميدل اير الاثنين ديفلوبد فروم ذا سيم فرينجال ارش، فلما يبقى في مشكله في دي غالبا الميدل اير كمان هيبقى فيها ابنورمالتي، على عكس الانر اير. الانر اير عاده بتبقى نورمال، يعني العيانين يعني عندهم اكسترنال كانال اتريزيا مهم ان احنا نبص على الميدل اير كويس، اما الانر اير فعاده بيبقى مفيش ابنورماليتي لان هي ديفلوبد من حته تانية من فرنجال ارشز، من حاجه اسمها اوتيك كبسول مختلفه عن الاكسترنال اير والايه والميدل اير. طيب العيال دول بيجي يشتكوا من ايه؟ عاده بيجوا يشتكوا من كوندكتيف هيرنج لوس، لان ما عندهمش حاجه توصل من بره لجوه، لان الكلام الاكسترنال كانال از اتريتيك. زي ما قلنا الموضوع it is clinically evident، والموضوع مش محتاج اشعه عشان اشخص ان العيان ده عنده اكسترنال كانال اتريزي. انت لو بعتهولك العيان اللي عنده اكسترنال كانال اتريزيا بيبقى هدفه ندور على حاجات تانية مش ظاهره له، هقول عليها وبالتفصيل، لازم يبقى الحاجات دي لازم نعرفها ولازم نذكرها في التقرير بتاعنا. انت بتشوف ايه؟ بتشوف ان there is an auricular chain abnormality micro اوتيا او اي حاجه، الاوريكل ده بيبقى مالفورمد، وبص على الاكسترنال كانال مش هتلاقي فيه اكسترنال كانال موجوده، الاكسترنال كانال ما بقتش ايه، ما بقتش موجوده خالص. طيب مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك الاتي. اول حاجه الحته اللي مش موجوده دي هل هي كلها بوني ولا ممبرنس، لان في نوعين من الاتريزيا. الاتريتيك بليت الحته المقفوله دي هل هي كلها اوسيس زي كده، يسموها اوسيس اتريتيك بليت، الاتريتيك بليت كله عظم او كده كله عظم، فده اسمه اوسيس اتريتيك بليت، او ممكن يكون كله ممبرنس زي كده ممبرنس اتريتيك بليت. وده اول سؤال لازم تجاوبه، هل الاتريزيا دي اتز ان اوسيس الاتريتيك بليت از اوسيس ولا ممبرنس؟ الكلام ده بيفرق معاهم جدا. ليه؟ العيان اللي عنده اوسيس ده محتاج ان هو يعمل له دريلنج، اما العيان اللي هو يعني بيفرق في المانجمنت بتاع الايه بتاع العيان. دي اول حاجه مهم ان انا اعلق عليها في العيانين بتوع الاكسترنال كانال اتريزي. لو هو اوسيس اتريتيك بليت هل هو نيوماتايزد ولا نون نيوماتايزد؟ لو هو الاوسيس اتريتيك بليت ده فيه هواء زي كده يبقى اقول ان ذيس انيوماتايزد اوسيس اتريتيك بليت، ولا هو كومباكت بون زي كده وما فيهوش اي نيوماتايزيشن، زي ما قلنا ده بيفرق جدا في الايه في المانجمنت، هيعرف يعمل له دريلنج ولا ايه ولا مش هيعرف يعمل له دريلنج. خلاص فالاوسيس ده از اتريتيك بليت هل هو نيوماتايزد ولا نون نيوماتايزد؟ مهم كمان ان احنا نعرف الاتي، اذا كان في بقى مشاكل في الميدل اير ولا لا، وده مهم ان احنا نبص عليه. مهم نبص على الميدل اير لان زي نوع نوع اتس كومن ان يبقى اسوشيتد مع ميدل اير ابنورماليتي. اول حاجه نبص على الميدل اير كافيتي الويت بتاعه،
هل الويت بتاعه كويس ولا there is a hypoplasia of the external ear. بيقول عشان تقدر تحكم في ده تقيس من اول الاتريتيك بيت الحته المقفوله لغايه البرومونتر اللي بيبقى طالع في اللاترال وول بتاع او ميديال وول بتاع الميدل اير اللي هو بيسموه كوكيلر برومونتري. عارفين ان البيزا تيرم بتاع الكوكيلا بتعمل بلج كده في الميديال وول بتاع الميدل اير بيسموه كوكيلا برومونتر. فانا هقيس المسافه دي عشان اقدر اقول ذير از ميدل اير هايبوبليزيا ولا لا. المفروض المسافه دي ما تقلش عن 3 مللي. لو المسافه قلت عن 3 مللي بقول ان ذير از هايبوبليزيا وده غالبا بيبقى ديفيكالت فور ريكونستراكشن. شايفين هنا ما فيش اصلا اي ميدل اير موجود او الجزء من الميدل اير ده قليل جدا اللي موجود. فذير از هايبوبليزيا اوف ذا ميدل اير. هنا يكاد يكون الجزء ده هو بس الميدل اير وباسيفايد حتى. فالميدل اير ذير از ميدل اير هايبوبليزيا ولا لا. يبقى اول سؤال بعد الاتريتيك بليت واذا كان هو اوسكيس ولا لا او نيوماتايزد ولا لا، مهم ان احنا نبص على ميدل اير ويدث ونشوف اذا كان فيها هايبوبليزيا او لا. مهم نشوف اذا كان في اوسيكولار تشين ابنورماليتي ولا لا. هل الاوسكيل ذات نفسها هل الاوسكيل دي هايبوبلاستيك ولا لا؟ ان ذير كومن ان هو يبقى هايبوبلاستيك. هل هم الاورينتيشن بتاعهم المفروض يبقوا فيرتيكال تلاقيهم هوريزونتالي اورينتد كده؟ هل هم لاحمين مع بعض فيوزد ولا لا؟ هل هم فيوزد مع الاثريتيك بيت ولا لا؟ فكل الحاجات دي بتبقى كومن ان هي اتاسوشيتد ولا لا، ولازم نقولها اذا كانت بالايجاب او بالنيجاتيف. ان احنا نقول له ذير از نو سيكيولار تشين ابنورماليتي ولا ذير از سيكيولار تشين ابنورماليتي زي الهايبوبليزيا او الهوريزونتال اورينتيشن او ان هم يحصلوا بوني فيوجن او فيوجن مع الايه مع الاثريتيك بليت ولا لا. مهم ان احنا نعرف كمان حاجه مهمه، الاوفال ويندو. الاوفال ويندو لازم نشوف الاوفال ويندو، هل الاوفال ويندو ده سليم ولا لا؟ هل هو اتريتيك ولا لا؟ هل هو هايبوبلاستيك ولا لا؟ بيقولوا ان احنا لازم نقيس الفيرتيكال ويدث بتاعه. الفيرتيكال ويدث بتاعه المفروض ما يقلش عن 1 مللي، يعني انا لو قيسته فيرتيكالي كده المفروض ما يقلش عن 1 مللي. لو لقيته قليل زي كده، الويدث بتاعه الفيرتيكال ويدث بتاعه قليل اقل عن 1 مللي، اقول ذير از اتريزيا اوف ذا اوفال ويندو، او ممكن حتى يبقى بوني اتريتيك، يبقى مقفول خالص بايه؟ بممبرين زي كده، يبقى مقفول تماما بوجود الاوسيوس ستراكشر ده، فيبقى اتريزيا اوف ذا اوفال ويندو. الحقيقه الاوفال ويندو من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا ان احنا نعلق ليه في العينين بتوع الاكسنتر كده اتريزيا، لان بيفرق جدا في المانجمنت بتاعهم. فلازم نقول اذا ريز استينوتيك ولا اتريتيك اوفال ويندو ولا لا. كمان من ضمن الحاجات المهمه جدا 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 في التعليق على الاكسنتر كانال اتريزيا الفيشيال نيرف. هل الفيشيال نيرف الكورس بتاعه مظبوط ولا لا؟ من اشهر الابنورماليتي اللي بتحدث في الاكسنتر كانال اتريزيا ان نلاقي الماستويد سيجمنت بتاع فيشال نيرف. احنا عارفين الماستويد سيجمنت اللي هو اخر سيجمنت بتاع فيشال نيرف. فيشال نيرف عندنا 3 سيجمنت، في جزء منه بيبقى ماشي في الانر اير اسمه لابرينثاين سيجمنت، في جزء منه بيبقى موجود في الميدل اير يسموه تمبانيك سيجمنت، واخر جزء اللي هو بيبقى ماجيش ماشي جنب الماستويد ده اسمه فيرتيكا سيجمنت او ماستويد سيجمنت، بيخرج من ستايل الماستويد فورمي عشان يمشي في البارتد ايه في البارتد كانال. الماستويد سيجمنت ده ساعات يحصل له، وده من اشهر الابنورماليتي، ان يحصل حاجه اسمها anterior translation of the mastoid segment of the facial nerve. المفروض الفيشال نيرف ده في الاكزيال ايمج الماستويد سيجمنت ده يبقى راجع لورا كده. العيانين دول بيبقى عندهم anterior translation، الاقيه اتحرك لقدام. لما اتحرك لقدام جه ورا الاتريتيك بليت، ده الاتريتيك بليت اللي هو هنا نيوماتايز، فجه ورا الاتريتيك بليت. الكلام ده خطير جدا. ليه؟ الانتيرو ترانسليشن بتاع الماستويد سيجمنت بتاع فيشال نيرف ده لو انا موجود وانا متروش وهو بيعمل له دريلنج كده هيخش ايه يعوره، وبالتالي مهم جدا اقول له دريز ان انتيرو ترانسليشن للماستويد سيجمنت ولا لا. وده قلت لكم من اشهر الابنورماليتي اللي بتبقى موجوده مع العينين بتوع الاكسنتر كانال اتريزي. ممكن يبقى في حاجات تانية في التمبانيك سيجمنت زي كده، ان هو يبقى ماشي جوه الميدل اير مش ماشي في ميديال وول، لا يبقى ماشي جوه الميدل اير، او ان هو يبقى ماشي على الاوفر ويندو، يبقى جاي كده وهو اهو ده الاوفر ويندو اهو، فهلاقي ان الماستويد سيجمنت ده يبقى ماشي او كفرنج الاوفر ويندو. برده ده برده من ضمن الحاجات الابنورماليتي، بس مش كومن زي الانتيرو ترانسليشن بتاع الايه بتاع الماستويد سيجمنت بتاع الفيشال ايه بتاع الفيشال نيرف. الاوفر ويندو الاستيبس او ان هو بيبقى ما هو او ان هو هقول لك او ان هو يكون الاوفر ويندو ده هو اللي ماسك فيه البيزا تيرم بتاع الكوكيلا، لان هو ده المفروض اللي بيخش فيه البيزا تيرم بتاع الكوكيلا. او ان هو يكون لو انت برضو عايز تعرفي ان هو تحت بيبقى دايما بيبقى تحت البرومونتري ده اللي هو بيسموه لاترا سيمسيركل برومونتري او السيمسيركل برومونتري، البروز ده اللي معمول باللاترا سيمسيركل كانال بيسموه سيمسيركل برومونتري، بيبقى تحتيه الفتحه دي هي دي الفتحه بتاعت الايه بتاعت الاوفر ويندو. هنا هتلاقيه فتحه فين؟ في الفيستيبيول، القناه المشتركه ما بين الفيستيبيول والكوكيلا فاتح هنا، فبعرفه بالاثنين، يا اما فاتح في القناه المشتركه ما بين الفيستيبيول والكوكيلا، او ان هو تحت اللاترا سيمسيركل كانال، او ان هو اللي يكون راكب عليه الايه عليه الاستيبس. اي حاجه من الحاجات دي تتعلم بيها الاوفر ويندو. طيب الفيشن نيرف لما الانتيرو
الانتيرو ترانسميشن بتاعه ده، اه انا برضو مش عارفه من المستوى كده ده كده انتيرو ولا لا، لا، لان ما انا هو ما عارفه ان بصي ممكن تقارنيه بالناحية التانية، لو انت مش قادرة قوي ممكن تقارنيه بالناحية التانية، فالاقيه في الحته دي هتلاقيه اه انتيرو. هتلاقيه لو قارنتي الاتنين مع بعض هتلاقي في الناحية اللي فيها اتريزيا هتلاقيها قدام خلاص. هو ما ينفعش يجي عند الليفل بتاع المكان بتاع الاكسيزيتوري كانال، لان كده ويبقى معناه ان هو في انتيرو ترانسليشن. طيب برضو من ضمن الحاجات بس دي اقل اهميه، اذا كان اذا كان ماستويد انترم از نيوماتايزد ولا لا، اذا كان تي ام جي مكانه موجود ولا رجع لورا شويه، عشان ده بيضيق المكان. يعني برضو دي اخر حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنبص عليها، مكان تي ام جي ومكان الايه مكان الماستويد انترم. وبالتالي الحاجات اللي احنا بنبص عليها في العنين بتوريكسيتر كانال اتريزيا من بره لجوه، اول حاجه الاتريتيك بليت، هل هو ممبرنس ولا اوسيس، ولو اوسيس هل هو نيوماتايزد ولا لا. نخش لجوه نبص على الميدل اير، اذا كان الكافيتي ده كويس ولا هايبو بلاستيك، نشوف اذا كان الاوسيكل اذا كان في اوسيكل تشين ابدوماليتي ولا لا، الاوفال ويندو اذا كان اوفال ويندو اتريتيك ولا استينوتيك ولا لا. مهم جدا نبص على الفيشر نيرف، اذا كان نشوف الكورس بتاعه اذا كان في ابنورماليتي ولا لا، من بره الايه من بره جوه. عايزين بعد كده نبص على تي ام جي ونبص على الماستويد، ماشي مش عايزين مش قضيه قوي. هل الانر اير مهم؟ الحقيقه انا ما بحطهاش في دماغي قوي، لان زي ما قلنا الانر اير اتز الابنورماليتي مش كومن، ولكن لو اسوشيتد معاها انر اير ابنورماليتي غالبا العينين دول بيبقوا سندروماتيك. في سندروم زي جولدن هير او تريتشر كولنز، دي حاجات بيبقى معاها ويبقى معاها حاجات تانية، بيبقى مثلا معاها المندبل صغير مايكروجنيثيا، او بيبقى معاها فيشل اناماليز كتيره تبقى اسوشيتد مع العينين دولت. المهم بيبقوا لو هو اسوشيتد مع انر اير ابنورماليتي زي كده يبقى ذير از ان غالبا بيبقى سندروماتيك. ممكن يبقى اسوشيتد مع كوليستياتوما، ممكن الاقي في سوفت تيشو ليجن موجود مع الاكسنيتري كانال، دي بيسموها كونجينيتال كوليستياتوما. الكوليستياتوما زي ما هنتكلم ان هي نوعين، في منها اكواير تايب وفي منها كونجينيتال تايب. الكونجينيتال تايب ممكن يبقى اسوشيتد مع العينين بتوع الكونجينيتال الاكسنيتري كانال اتريسي، بس دي مش نسبتها كبيره. طيب دي كان دي لا واحد تاني هنتكلم عليه، هكلمك عليه. دي كونجنتال، دي بتحصل كونجنتال نتيجه اللي هو لما نتكلم عن الباثوجينز بتاع الكوليستياتوما. الكوليستياتوما هو اشبه تكون اشبه بالابيدرمايد، ان في حته من الجلد دخلت لجوه. الانكلوجن دي لو حصل ديفلوبمنتال يعمل كونجنتال كوليستياتوما اثناء الديفلوبمنت، اما لو حصل اكواير نتيجه للريبيتد انفكشن يسموها اكوايرد كوليستياتوم، وده اللي هنتكلم عليه كمان شويه ان شاء الله. طيب الانفلاماتوري كونديشن ريليتد للاكسترنال اير، المالجنت تاتس اكسترنا كيراتوز اوبتيران وميديال كانال فيبروز والكوليستياتوم. اول حاجه مالجنت تاتس اكسترنا، مالجنت تاتس اكسترنا او ليها الاسم الثاني اسمه نيكروتايزنج اكسترنال اوتيتس ميديا اكسترنال اوتيتس او مالجنت تاتس اكسترنا. بيسموه ليه مالجنت اوتيتس اكسترنا؟ كلمه مالجنت التسميه دي از ميس نومر، ده مش صح. هو سموها كده لانه ات از بالظبط ات از ا فيري انفيزيف بروسيس، هو بيبقى التهاب شديد جدا سنترد على الاكسترنال اير، ويبقى وايد سبريد جدا، بيبقى انفيزيف جدا، بينفولف السراوندنج ستراكشر، ينفولف الاوريكل سوفت تيشو، وممكن ينفولف حتى السكال بيز. عشان كده ساعات في بعض الاحيان بيقولوا ان ده من ضمن الحاجات بتاعت السكال بيز اوستيومايلايتس، ليه الاسامي الثانيه بتاعته السكال بيز اوستيومايلايتس. عشان كده بيسموه مالجنن لانه ات از فيري انفيزيف فيري وايد سبريد بروسيس. طيب العيانين دولت بيبقوا مهم جدا الكلينيكال بتاعهم، لان هم عاده بيبقوا دايابيتك، وده ان اسينشال هيستوري في العيانين دول. العيانين دول بيبقوا 95% منهم دايابيتك، وانا ما فيش عيان شفته مالجنت تاتس اكسترنا الا لو كان عنده دايابيتس، وغالبا بيبقى ان كنترول دايابيتس ميليتس. العيانين دول بيجي يشتكوا من ايه؟ بيجي يشتكوا من سيفير بين ان ذا اير اند ديسشارج فروم ذا اكسترنال اير، البين جامد جدا في الاير اللي هو اوتالجي سيفير اوتالجي، معاه اوتوريا اللي هو ديسشارج من الاكسترنال اير. كمان معاه سيمتومز مشهوره جدا 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 ان هو معاه كرينيال نيرف باراليسيس، والسبب في الكرينيال نيرف وخصوصا الفيشيال نيرف زي كده، سيمتومز بتاعت الفيشيال نيرف تلاقي بقه اتعوج الناحيه العين ومش قادر يقفلها وهكذا. في سيمتومز بتاع الفيشيال نيرف، والسبب في ده اللي انا قلته ان ات از سبريد لي السكال بيز، والسكال بيز زي ما احنا عارفين معدي فيها كل النيرفات، فممكن يعمل كرينيال نيرف باراليسيس بشكل كتير، ان احنا نقدر نشوف ان مع العينين بتوع ماجنتوتس اكسترنا يبقى معاهم كرينيال نيرف ايه كرينيال نيرف باراليسيس، عاده عينين كبار وعاده بيبقوا دايابيتك ايه دايابيتك بيشنت. بشخصه ازاي؟ بلاقي فيه سوفت تيشو اوباسيفيكيشن للاكسترنال اير، الاقي الاكسترنال اير از اوباسيفايد باي سوفت تيشو كده، از اوباسيفايد باي سوفت تيشو ده كده سنتر ده على الاكسترنال اير.
اسوشيتد معاه، وهي دي حاجه مهمه، سوفت تيشو اند بون ابنورماليتي. الاقي السوفت تيشو، الاقي الاوركل على نفس الناحيه از ثيكند وانلارجمنت. شفت كده؟ ذير از ان انلارجمنت اوف ذا اوف ذا اوف ذا اوركل اللي على الناحيه اللي فيها الاكسترنال كانال، الاقيه از ثيكند كده، وفي حواليه سمادجنج للسراوندنج فات بلينز. فدايما الاقي في انلارجمنت وثيكننج للاوركل، للاوركل سوفت تيشو، ومعاه سراوندنج سمادجنج اوف ذا سراوندنج فات بلينز، وكمان انفولف البون. فلاقي ان ذير از ان ايروجن للايه، للبوني باوندرز بتاع الاكسترنال اير، الاقي بالذات الانتير وول بتاع الاكسترنال اير، الاقي في سام سورت اوف ايروجن هنا، البوستيرو ممكن الاقي فيه ايروجنز. فالمهم الاقي فيه ايروجن للبوني باوندرز، وبالتالي الموضوع بتاع الماجنت اكسترنال مع وجود السوفت شو اللي سنترد على او اللي مالي الاكسترنال اير، معاه سوفت تيشو اند بون ابنورماليتي. سوفت تيشو الاقي ان الاوركل ثيكند ومعاه الدنيا حواليه في سمادجنج سراوندنج فات بلين، والاقي اندرلاين اوسيس ابنورماليتي، الاقي في سام سورت اوف ايروجن موجود في الايه، في العظم. الاثنين دي الصوره التيبيكال والبيست دايجنوستيك كلو للعيانين بتوع الايه، بتوع مالجنت اوتايتس اكسترن. لا ده 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 الاكسترنال اير موجوده، بس هي اوباسيفايد. تاني مش تلاقي اصلا اكسترنال اير، مش تلاقي بوني باوندرز. ده عيان كبير خالص في السن، ده عيان كبير وعنده دايابيتس، ده لسه ولد لسه مولود، وكلينيكال ايفيدنت ده ما عندوش اوراكل اصلا، ده اللي هو او الاوراكل مالفورم. ده هنا الاوراكل موجود بس تكن، فده ده قصه وده قصه خالص. ماشي. طيب العيانين بتوع الليجنال اكسترنال ممكن زي ما قلنا it is a wide spread process، فهو دايما مش هتلاقوه centered بس، يعني مش هتلاقوا الموضوع او process هي متمحورة على الاكسترنال اير، بس هتلاقي فيه involved surrounding. من ضمن الحاجات اللي involved جدا تي ام جي، الاقي التي ام جي اللي بيحبها الاكسترنال ان هو يسبريد للتي ام جي اللي على نفس الناحيه، الاقي بقى فيه زي ما انتم شايفين كده في ايروجن موجود في البون باوندرز كده، الاقي فيه سوفت تيشو حواليه. فدايما ينفولف الايه، الاقي التي ام جي اللي على نفس الناحيه بدا يبقى فيه سام سورت اوف ابنورماليتي في نفس الابنورماليتي اللي بتحصل في الاكسترنال ايه، الاكسترنال ايه. كمان الاقيه ممكن يسبريد للماستويد، والاقي ان الماستويد برده بدا يبقى فيه ايروجن زي كده، وبدا يبقى فيه اوباسيفيكيشن، فممكن يسبريد لقدام وممكن يسبريد لورا. المور كومن واللي بنشوفه كتير جدا ان هو يسبريد للسوبر هايودنيك سبيسز، الاقيه واخد الماستوي او ماستيكيتور سبيس كده، الاقي في ماستيكيتور سبيس بدا يبقى فيه سام سورت اوف ابنورماليتي، وده فيري كومن مع العينين بتوع ماجنتوس اكسترن. ومن كده نلاحظ ان الموضوع بتاع ماجنتوس اكسترن ات از فعلا ات از ا وايد سبريد بروسيس. صحيح الايبي سنتر بتاعها موجود على الاكسترن ايتر كانال، ولكن بيبقى دايما بيبقى الدنيا حواليه بيبقى انفولفد. الانفولفمنت ده يشمل التي ام جي، يشمل الماستويد، يشمل السوبر هيودنيك سبيسز، يشمل الاوركلز. فدايما بيبقى الدنيا حواليهم، كل السوفت تيشو بيبقوا انفلام، بيبقوا ثيكن، بيبقوا انلارج، بيبقوا فيهم اديما، بيبقوا فيهم سمادجنج في سراوندنج فات برينز. وبيبقى لو ما نيجي نشوف البونز، البونز او الاستراكشرز الريتد للاوس ستراكشر، الاقي فيهم سام سورت اوف ايه، اوف ايروجنز. الاكستنشنز دايما للسوبر هيودنيك سبيس بتبقى احسن او بتبقى اوضح جدا بالام ار اي، انما لو انا هشوف اوسيس ابنورمالي طبعا السي تي بيبقى ايه، بيبقى ادق. ممكن نلاقي معاه كومبليكيشن زي ان يبقى ستيجمويد ساينس، انتشر الستيجمويد ساينس، فلان الستيجمويد ساينس نان اوباسيفايد نتيجه لوجود ستيجمويد ساينس ترومبوز، ودي من ضمن الكومبليكيشن اللي ممكن تبقى موجوده مع العيين بتوع ليجنت اكستر. طيب الديفرنشال معاها اللي بتبقى السكويما سيل كارسينوم بتاع الاكسترنال ايه، السكويما سيل كارسينوم بتاع الاكسترنال ايه بتطلع من الاوركل وتبدا تقرقط في العظم، فلاقي ان في سوفت تيشو متمركز على الاوركل، وبدا يبقى في اندرلاينج ايه، ايروجن. التفريعه بتبقى واضحه ببساطه خالص، لان البروسيس في العيانين بتوع مالجنت دوتس اكسنا بتبقى وايد سبريد. اما العيانين بتوع السكويما سيل كارسينوما فالمشكله بتبقى غالبا سيرتر على الاوركل، واندرلاين بيكون ايروجن في الحته دي، اما الحته اللي حواليها ما بيبقاش فيها وايد سبريد للبروسيس للايه، زي بتاعه المالجنت ايه، مالجنت اوتايتس ايه، مالجنت اكسنا. طيب تاني حاجة الكيراتوزس اوبتيوران، ومن اسمه كده كيراتوزس اوبتيوران. كيراتوزس ده accumulation of كيراتين، كيراتينيسيوس ماتيريال in the external ear. واوبتيوران لانه الاكيوميليشن ده بيقفل الاكسترنال اير تماما، فبيعمل complete obliteration of the external ear.
سبب ده غير معروف ايه اللي سبب ده ايه اللي بيعمله، محدش عارف ايه السبب، ولكن بيقولوا ان بيبقى فيه اكيوميريشن للكيراتين وبيعمل اوبتيوريشن، كومبليت اوبتيوريشن او اوبستراكشن للاكسنال ايه. ويجي العيان يكتيك يشتكي من سيفير اوتالجيا واسوشيتد معاه كوندكتيف هيرنج، ايه كوندكتيف هيرنج لوس. العيانين دول بيبقى غالبا باي لاترال، الموضوع ده بيحصل باي لاترال، وبلاقي الاتي، بلاقي فيه كومبليت اوباسيفيكيشن للاكسنال اير، الاقي الاكسنال اير از كومبليتلي اوباسيفايد باي سوفت تيشو، السوفت تيشو واخد شكل الاكسنال اير بالظبط. الكومبليت اوباسيفيكيشن ده يمتاز بالاتي، ان هو مش معاهوش اندرلاينج بون ايروجن، الاقي العظم اللي تحتيه سليم جدا، وكمان يبقى معاه سام سورت اوف اكسبانشن للايه، للانفولفد ايه اكسنال اديتري كانال. ليه؟ لان زي ما قلنا هو بيعمل كومبليت اوباسيفيكيشن، الاوباسيفيكيشن ده ملاه على الاخر وبدا يعمل سام سورت اوف ايه اوف اكسبانشن من غير اندرلاينج بون ايروجن. فانا لما بلاقي ان في كومبليت اوباسيفيكيشن، سوفتش اوباسيفيكيشن مالي الاكسترنال اير، واخد شكل الاكسترنال اير بالظبط، حتى بيسموه بلاج، سوفتش بلاج، كانه عامل زي السداد، سوفتش بلاج واخد كونفورمنج ذا اكسترنال اير، مالي اكسترنال اير تماما، معهوش اندرلاين بون اوريجن، ممكن الاقي الناحيه اللي هي فيها انفولفد اكسباندد شويه، بقى فيها سم سورت اوف اكسبانشن. ده من ضمن الحاجات بتاعه الكيراتوزيس اوبتيوراين، الموضوع بايلاتر في 50% من الحالات، مفيش اروجن موجوده بس في انلارجمنت اوف ذا اكسترنال اير. الديفرنشال هو الواكس، ممكن الاقي السوفت تيشو ده ممكن يكون واكس. الواكس طبعا الكلينيكال بيبقى ايفيدنت، عاده ما بيبقاش مالي كل الاكسترنال اير، التاني ده بيبقى بيعمل كومبليت اوباسيفيكيشن اوف ذا اكسترنال اير. طبعا الكلينيكال هيستوري اكيوت سيفير اوتالجيا ده موجود مع الكيروز اوبتيوراي، مش موجود مع الواكس. كمان الموضوع بيبقى بايلاترال في العينين بتوع الكيروز اوبتيوراينز، لو لقيت الموضوع في الواكس ده ممكن يبقى يونيلاترال، حتى لو لقيته بايلاترال مش هيبقى بكومبليت اوباسيفيكيشن على الناحيتين بنفس المنظر، ومعهمش طبعا الاكسبانشن، الاكسبانشن ده مش موجود مع الواكس، انما بيبقى موجود مع الايه؟ مع العينين بتوع الكيراتوز اوبتيوراين. تالت حاجه في الانفلاماتوري حاجه اسمها ميديال كانال فايبروزس. ميديال كانال فايبروزس ده نتيجه العيان بيجي له ريبيتد اتاك اوف اوتيتس اكسترنال، عيان عنده شويه شويه بيحصل له التهاب في اوتيتس اكسترنال في الاكسترنال اير. الريبيتد انفكشن ده يعمل يهيل باي جرانيشن تيشو، الجرانيشن تيشو ده يجي يلزق على تمبريك ممبرين كده ويعمل سوفت تيشو موجود على التمبريك ممبرين ويقفل الايه، ويقفل الاكسترنال ايه. فيجي يجي يشتكي العيان بعد اللونج هيستوري من الاوتيتس اكسترنال، ان كل شويه يجي له ريبيتد اتاك من بين في الاير وديستشارج، ريبيتد هيستوري اوف اوتيتس اكسترنال، يجي مره واحده يجي يقول لك انا ما بقتش ايه اسمع كويس، يجي يشتكي من كوندكتيف هيرنج لوس نتيجه الجرانيشن تيشو اللي سد الايه الاكسترنال ايه الاكسترنال ايه. طيب بشخصه ازاي؟ بلاقي ان في سوفت تيشو لازق على التمبريك ممبرين، لو ده التمبريك ممبرين الاقي في سوفت تيشو لازق على التمبريك ممبرين. في ميزه مهمه جدا العيان بتوع ميديا كانال فايبروز، ان الاوتر مارجن بتاعه بيبقى كريسنت داخل لجوه كده، بيبقى كريسنتك شيب، شايفين الاوتر بوردر بتاعه بيبقى كريسنتك شيب، ادي ده سوفت تيشو لازق على التمبريك ممبرين والاوتر بوردر بتاعه بيبقى كريسنتك شيب، وسبب الكريسنتك لان ده جرانيشن تيشو بيفايبروز، بيشد على الايه، بيشد على الاوتر مارجن، فلاقي دايما بيبقى في سوفت تيشو، ولاقي ان الايه، الاقي الايه ليه كريسنتك شيب كده لازق على التمبريك ممبرين، ليه كريسنتك شيب، معهوش اندرلاين بون ايروجن، ودي من ضمن الحاجات اللي شبه الكيراتوز اوبتيوراين ان هو معهوش اندرلاين بون ايروجنز، وبايلاترال في 50% من الحالات زي بتاع الحنين بتوع الايه، بتوع الكيراتوز ايه كيراتوز اوبتيوراين. كريسنتك سوفت تيشو بلاد اجينست ذا تمبريك ممبرين از هاي سجستيف اوف ميديال كانال فايبروزس. طيب ممكن يبقى في كالسيفيكيشن زي كده، ممكن يبقى في كالسيفيكيشن، ما يمنعش ان يحصل فيه كالسيفيكيشن. طيب اخر ريجن انفلاماتوري ريجن بيحصل في الاكسترنال ايه؟ الكوليستياتوم. وزي ما قلنا الكوليستياتوما اتيز اشبه، تكاد تكون اشبه بالابيديرموي، انه في حته من الجلد بدات تخش تحت الايه، تحت الجلد سبكتينيس يعني، فبيبدا يكيوميليت الكيراتين ويبدا يكون الايه، ويبدا يكون الكوليستياتوم. الموضوع ده ممكن يحدث كونجنتال ديفلوبمنتال زي الابيديرموي في اي حته، وزي كونجنتال كوليستياتوم اللي اتكلمنا عليها مع الاكسيدر كانال اتريز، او ممكن يحدث نتيجه للريبيتد انفكشن. الريبيتد انفكشن ده يدخل اجزاء من الابيثيليوم او الكيراتين اللي دخلها سبكتينيوس ويبدا يعمل كوليستياتوم. الفرق الوحيد اللي ممكن يكون ما بين ده وبين الابيديرمويد العاديه ان العينين بتوع الكوليستياتوما ده بيبدا يفرز الحاجات اللي بتخش دي، بتبدا تفرز انزيمز، الانزيم دي بتبدا تاكل في العظم اللي حواليه، فتبدا تقرص في العظم اللي حواليه، عشان كده بيسموها كوليستياتوما. اوما يعني شبه الايه، شبه التيومر، على اساس ان هي بتقرض الايه، بتبقى قرض الايه السراوندنج. خلاص الكوليستياتوما الاشهر ان هي تحصل في الميديال اير، بس ما يمنعش ان هي تحصل في الاكسترنال اير، تحصل في الاكسترنال اير، وممكن تحصل في حاجات تانية، ممكن تحصل في البيترس اير زي ما نتكلم كمان المره الجايه ان شاء الله. خلاص فممكن تحدث في الايه، في الاكسترنال اير زي كده، ويبدا يبقى اندرلاينج معاها اندرلاينج بون ايروجن. بشخصها ازاي وليها تشخيص مهم جدا، ان انا الاقي في سوفت تيشو
موجود على الاكسترنال اير، موجود في الاكسترنال اير كده، السوفت تشو اللي موجود في الاكسترنال اير معاه اندرلاين بون ايروجن، اللي هي مقرقض الايه الاندرلاين بون ايروجن. والحاجه اللي بتقوله ان هي تكاد تكون سبيسيفيك لو شفتها تحلف ان دي اكسترنال كانال كوليستياتوما، انك تلاقي في جواها بوني فليكس كده، بوني سبيكيول موجوده جوه الايه، جوه السوفت تشو. يبقى انت هتلاقي سوفت تشو موجود على في الاكسترنال اير مقرقض العظم اللي تحتيه وجواه بوني سبيكيولز او بوني فليكس. الموضوع ده از فيري اسينشال للدايجنوز اوف اكسترنال ديتر كانال كوليستياتوم. يبقى الاكسترنال ديتر كانال كوليستياتوم هلاقي فيه سوفت تشو موجود في الاكسترنال اير اندرلاين مقرقض لان بيفرز انزيمز، وجواه بيبقى فيه سم سورت اوف بوني سبيكيولز موجوده في الايه موجوده within the lesions. الموضوع ده بيبقى فوكل ريليتد الايروجنز، ده بتبقى ريليتد للسوفت تشو اللي موجود، ما بيبقاش وايد سبريد ولا حاجه على عكس مالجنت تايتس اكسترنا. وكمان عاده بيبقى يونيلاترال، ما بيبقاش بتبقى باي لاترال، بيبقى موضوع يوني ايه يونيلاترال. عشان كده بيقول فوق اليونيتر اكسيدتري كانال سوفت تشو ليجن معاه بوني او ناقص بوني فليكيو بوني فليكس يساوي اكسيدتري كانال ايه كوليسياتوم. في الام ار اي، ودي حاجه مهمه، في الديفيوجن ويتد ايمجز الكوليسياتوما بتبقى ديفيوجن سيلكشن، لان هي في الاخر اتزان ابيدرمويد، والابيدرمويد فيها ديفيوجن سيلكشن لو كنتوا فاكرين. فالديفيوجن سيلكشن بيبقى فيري امبورتنت في العينين بتوع الكوليسياتوما، الاقي فيها ديفيوجن ايه ديفيوجن سيلكشن. الحقيقه الكلام ده مهم ليه؟ مهم في العيانين بتوع اللي عملوا عمليه عندهم كوليستياتوما وعملوا عمليه، عايزين نشوف اذا كان في ريكارنس للكوليستياتوما ولا ما فيش ريكارنس. الدنيا بعد العمليه بيبقى فيها جرانيشال تيشو، بيبقى فيها اي دي اي اوباسيفيكيشن للمكان، وممكن يبقى فيها ريكارنس ولا لا. فببقاش عارف في السي تي اعرف اذا كان ده فيه اذا كوليستياتوما ولا لا. الحاجه الوحيده اللي تقول لي اذا كان في كوليستياتوما ريكارنت ولا لا، ان انا اعمل ام ار اي وذ ديفيوجن. لو عملت ام ار اي وذ ديفيوجن لقيت ان في ليجن في ديفيوجن ستريكشن، يبقى ذيس از اكوليستياتوما. ما لقيتش، يبقى ده غالبا جريشن تشو على بسيفيكيشن على بوست اوبرتيف تشينجز، ما لهاش علاقه بالايه بالكوليستياتوما. يعني احنا ما بنرجعش للديفيوجن ده غير في الحالات، في حالات معينه. طيب الديفرنشال، يبقى دلوقتي الديفرنشال دايجنوز على السوفت تيشو ليجن اللي بتبقى سنترد على الاكسترنال اير. لو انا لقيت سوفت تيشو ليجن سنترد على الاكسترنال اير، قالوا في اثنين بيبقى معاهم اندرلاين بون ايروجن، وفي اثنين معاهمش اندرلاين بون ايروجن. الاثنين اللي بيبقى معاهمش اندرلاين بون ايروجن الكيراتوز اوبتيران بيبقى غالبا مالي كل الاكسترنال اير، وبيبقى معاه اكسبانشنز، وزي ما قلنا معاهوش اندرلاين بون ايروجنز، وبيبقى غالبا بايلاتر في 50%. الثاني اللي هو الميديال كانال فايبروز اللي بيبقى جنب التمبانيك ممبرين وليه كريسنتك ايه كريسنتك مارش. اما الاثنين اللي بيبقى معاهم بون ايروجن، واحد بيبقى لوكالايزد وبيبقى معاها بوني فليكس موجوده وذين ذا ريجنز، يبقى ده اتس كوليستياتوم. واحد بيبقى ديفيوز واخد معظم السكال بيز واخد معظم العظم واخد السوفت سراوندنج سوفت تشو الاوريكلز بالسوبر هايد نيك سبيس بالتي ام جي، بيبقى غالبا اتس مالجنت تايتس ايه مالجنت تايتس اكستن. طيب اما النيوبلاستيك ليجن اللي بتحصل في الاكسترنال دي كان، فعندي الاوستيوما وحاجه شبيهه ليها، حاجه اسمها ايه اكزوستوز. الاوستيوما جاي الاوستيوما بتاعت السبرنيزا سينس لو كنت فاكرين، اتز لو كنت فاكرين اتز ا بيناين فورمينج بيناين بون فورمينج تيومر. هو تيومر بيكون عظم زي ما قلنا، وبيبقى اكسكلوسيفلي لعظم بتاع الكالفيريا بون لو كده كنت فاكرين. يعني ما الاقيش اوستيوما مثلا تطلع في التيبيا، ما الاقيش اوستيوما تطلع في الفيبيلا، تكاد تكون اولموست موجود للكالفيريان بون الماندبل البارانيزا سينس للاير، فممكن ما نلاقوهوش غير في كده. فهو بيبقى بناين تيومر ولكن بيكون ايه، بيكون عظم بيسموه اوستيومز. الاوستيومز دي زي ما كنا اتكلمنا في البارانيزا سينس، هي بتبقى عباره عن حته عظمه طالعه من الايه من العظم كده وبلجنج وذين ده ايه وذين ايا كان في الساينس. لما اتكلمنا المره اللي فاتت لقينا حته عظمه موجوده في الساينس، هنا بنتكلم ان في حته عظمه كده بلجنج وذين ده ايه وذين ده اكسترنال اير، الاقي فيها حته عظمه بلجنج وذين ده ايه وذين ده اكسترنال اير. بيقولوا ان دايما بتبقى بدانكيت وبيبقى ليها البيس بتاعها بيبقى ايه بيبقى نارو زي كده، وبتبقى دايما بدانكيتد. المهم هلاقي حته عظمه، باختصار هي حته عظمه موجوده وذين ده ايه وذين ده اكسترنال اير. ممكن تحوش حواليها وراها واكس، او ممكن تعمل بيبقى ممكن تاسوشيت معاها كوليستياتوما. ايا كان الحاجه المهم في الاخر دي بتبقى بتبقى عباره عن حته عظمه، وبيبقى ليها زي ما قلنا بيبقى ليها نارو بيديكل. على عكس بقى حاجه اسمها اكسترنال كانال اكزوستوز. ايه موضوع الاكسترنال كانال اكزوستوز؟ ليه اسم تاني اسمه سيرفرز اير، او ليه اسم كولد ووترز اير.
دوت سيرفرز اير من الاسم كده، من الناس اللي هو بيعملوا سيرفنج اللي هم او اي حد بيتعرض لكولد ووتر لفترات طويله. الكولد ووتر ده بيعمل اريتيشن جامد للبوني باوندرز اللي حواليه، ويبدا يحصل رياكتيف ثيكننج للعظم بتاع البوني باوندرز. فلاقي ان العظم بتاع البوني باوندرز بتاع الاكسترنال اير بدا يتخن كده، وبدا ينكروتش على الايه، على الاكسترنال اير زي كده. فلما بدا يكروتش على الاكسترنال اير، بدا الاكسترنال اير تتسد، وبدا العيان يشتكي من ايه، بدا العيان يشتكي من كونداكتيف هيرنج لوس. الموضوع ده عاده بايلاترال، الاكسبوجر بيبقى بايلاترال، وبيبقى يحصل في العيانين زي ما قلنا، العيانين اللي هم عندهم هيستوري اوف كولد ووتر بلونجد كولد ووتر اكسبوجرز زي السويمرز او السيرفرز او الايه او الدايفرز، ويجي يشتكي من كونداكتيف هيرنج لوس زي ما قلنا، لان الموضوع بيبقى فيه الاكسترنال كانت بتتقفل. زي ما احنا شايفين بلاقي ان في ثيكنينج جامد موجود في الوول بتاع الاكسترنال اير، بيبقى سيركمفرنشال على الناحيتين، الاقي الاكسترنال اير بتبقى ثيكند كده، وبدا الاكسترنال كانال الكافي بتاع الاكسترنال كانال يبدا يضيق. شايفين السيركمفرنشال ثيكنينج للبوني باوندرز بتاع الاكسترنال اير، وبدا الكافيتي بتاع الاكسترنال اير بدا يضيق. فبلاقي circumferential overgrowth للبوني باوندرز of the external ear with encroachment upon the cavity of the external ear، بدأ الاكسترنال اير بدأ يضيق. الموضوع ده بيحصل bilateral عادة، وزي ما قلنا بيبقى differential، ازاي فرقوا ما بين ده وبين differential بتاع الاوستيوما، الاثنين فيهم حتة عظم بتبقى موجودة او encroaching. هنا زي ما شايفين ده الموضوع it is a bilateral it is a circumferential، الموضوع بيبقى بايلاترا على ناحيتين، والبيس بتاعته بيبقى وايد بيس، لان في الاخر ده عباره عن اوفر جروث للاير البوني باوندرز مش اوستيوما. الاوستيوما بتبقى غالبا بتبقى بنانكريتد، والبيس بتاعتها بتبقى ايه، بتبقى نارود. طيب ده كان الاكسترنال اير باثولوجي وخلصناه. هو الاكسترنال اير باثولوجي مش كتار، بس خلصنا الاكسترنال اير باثولوجي بتاعنا. اما الميدل اير باثولوجي، فانا عندي الكونجنتال ديزيز غير الكونجنتال ديزيز اللي بتحدث مع الاكسترنال كانال اتريزيا، في حاجات تانية زي اللاترال انترنال كاروت ارتري والابرنت انترنال كاروت ارتري. خلي بالكوا الاثنين، لان الاثنين في فرق ما بينهم ومهم، وما فيش كتير ناس تعرف الفرق ما بينهم. اللاترالايزد انترنال كاروتيد ارتري، ان ببساطه خالص الانترنال كاروتيد ارتري احنا عارفين ان في جزء بيبقى ماشي في الانر اير بتاع من جزء من البيترس، من الانترنال كاروتيد ارتري بيبقى ماشي جوه البيترس، اللي هو بيبقى جوه الانر اير اللي هو بيسموه بيترس سيجمنت اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري. طيب العيانين دولت بيبقوا عندهم البيترس سيجمنت دي بتبقى متزحزحه لاترال شويه، يبقى يجي قريب شويه من الميدل اير. يعني المفروض البيترس الكاروتيد بيبقى ماشي في البيترس بون، في العينين دول بيبقى البيترس بتبقى الانترنال كاروتيد ارتري بيبقى متزحزح شويه، يبقى قريب جدا من الايه، من الميدل اير. ولما يبقى قريب من الميدل اير يبدا البلسيشن ديت الترانسميتد الاوسيكلز، ويبدا العيان يجي يشتكي من بلستايل ايه، من بلستايل تندس. فلاقي كالاتي زي ما احنا شايفين، المفروض ان ده البيترس سيجمنت بتاع الانترنال كاروتيد ارتري المفروض تبقاش قريبه خالص من الميدل اير كده. ميدل اير ده بيبقى المسافه ما بين البيترس سيجمنت بتاع الانترنال كاروت ارتري والميدل اير بس الحته العظمه الرفيعه دي، وهو المفروض ما بيبقاش كده، المفروض بيبقى متزحزح شويه لجوه، ما يبقاش قريب جدا من الميدل اير. فالمكان ده معناه ان هو لاترالي بوزيشن للبيترس سيجمنت بتاع الانترنال اير بتاع الانترنال كاروت ارتري، ده يشخص بيه لاترلايزد انترنال كاروت ايه، لاترلايزد انترنال كاروت ارتري. الاقيه كده اتزحزح شويه لاترال، وتزحزح شويه ايه لاترال شويه، بقرب جدا من الايه، من الميدل اير. ممكن كمان بيبقى معاه ان البوني بليت الرفيعه اللي كانت موجوده ما تبقاش موجوده، ويسموه ديهيسنس اوف ذا الكاروتيد ايه، كاروتيد كانال بتاعه الايه، بيترس سيجمنت بتاع الانترنال كاروتيد ارتري. فلاقي ان مش بس ده الانترنال كاروتيد ارتري قريب من ميدل اير، لا ده كمان ما بقاش في اي فاصل ما بين البيترس، ما بين الانترنال كاروتيد ارتري والميدل ايه، ميدل اير، ويسموه ايه، ديهيسنس. الكلام ده في غايه الاهميه. فقدر الأهمية إيه؟ لو العيان ده هيعمل عملية لأي كان السبب من الأسباب، لو أنت ما قلتلوش إن العيان ده عنده هيسنس أوف ذا إنترنال كاروت أرتري، العيان ده لو عور إنترنال كاروت أرتري في المكان ده، دي كارثة، كارثة. المكان ضيق جدا، كله سراوندد باي عظم، وأنت عورت إنترنال كاروت أرتري. فـ it is a very essential إنك تقول له ده دي هيسنس ولا. أما الـ apparent إنترنال كاروت أرتري، خلي بالكوا الفرق ما بينهم. الـ apparent إنترنال كاروت أرتري إن العيان ده ما عندوش سيرفايكال لاي سبب من الاسباب، ما عندوش سيرفايكال سيجمنت بتاع الانترنال كاروت ارتري. الانترنال كاروت ارتري ما اتخلقش، السيرفايكال سيجمنت بتاعته ما اتخلقتش كونجنيتالي. هو المفروض ان احنا عندنا سيرفايكال وبعد كده بيترس وبعد كده كافيرنس، السيرفايكال ده ما اتخلقش اي سبب من الاسباب. يجي برانش يطلع من الاكسترنال كاروت ارتري، من الاسندنج فرنج بتاع الاكسترنال كاروت ارتري، اسمه كاروتوكوتيمبانيك ارتري. كاروتوكوتيمبانيك ارتري ده المفروض بيمشي في الميدل اير اهو. ده الكاروتوكوتيمبانيك ارتري ده يعوض
الايه الميسنج سيرفايكال سيجمنت ده يمشي في الميديال اير ويجي يكمل مع الكافيرنس سيجمنت، السيرفايكال سيجمنت ما يبقاش موجود واللي يكبر يعوض مع كاروتوكودينباليك ارتري يمشي في الميديال اير ويجي يكمل معايا مع الكافيرنس ايه مع الكافيرنس ايه كافيرنس سيجمنت بتاع الانترنال كاروت ارتري. العين ده برضو يشتكي من ايه؟ هيشتكي من بالستايلتنس، لان بقى في ارتري كبير ماشي جوه الايه جوه الميديال اير ويجي يشتكي من بالستايل ايه بالستايلتنس، ده بيسموه ابيرنت انترنال كاروت ارتري. يبقى ايه الفرق بين الابيرنت واللاترلايز انترنال كاروت ارتري؟ اللاترلايز انترنال كاروت ارتري هو انترنال كاروت موجود بس هو ببساطه خالص هو متزحزح شويه لاتر قريب شويه من الميديال اير يعني، بس هو موجود. اما العيان عنده apparent internal carotid artery ده ما عندوش cervical internal carotid artery، واللي عوضه برانش تاني من external carotid artery هو الايه هو اللي replacing ال cervical segment بتاع internal carotid ايه بتاع internal carotid artery. ده النورمال بتاعنا، ده الانترنال كاروتيد ارتري بيبقى ليه سيرفايكال سيجمنت وبعد كده ليه بيتراس سيجمنت وبعد كده ليه كافيرنس سيجمنت، ده النورمال. خلاص العيانين عندهم apparent السيرفايكال سيجمنت ده ما اتخلقتش، اللي هو ده السيرفايكال سيجمنت ده مش موجود مش ما اتخلقش، فايه اللي يحصل؟ في برانش تاني اللي هو البرانش الصغير ده اللي هو اسمه كاروتوكوتيمبانيك ارتري، ده كاروتوكوتيمبانيك ارتري ده يكبر اهو هايبرتروفاي خلاص ويرجع يكمل مع الكافيرنا سيجمنت بتاع التانا كاروت ارتري. فاللي كمل الكافيرنا سيجمنت بتاع التانا كاروت ارتري ده برانش طالع من الاكسنا كاروت ارتري مش الانترنال مش الانترنال السيرفايكال ده ما بقاش موجود. فانت هتلاقي ان كومن كاروتيد موجود مفيش انترنال بس في اكسترنال، والاكسترنال ده مكان بيدي برانش مكمل للايه للكافيرنس ايه كافيرنس بتاع الانترنال كاروت ارتري ماشي. طيب بلاقي ايه؟ بلاقي ان في ارتري، الارتري ده ماشي جوه الميدل اير، بيبقى ماشي جوه كروسنج الميدل اير ومكمل مع الكافيرنس مع البيترا سيجمنت بتاع الميدل ايه بتاعه الايه بتاع البيت بتاعه الانترنال كاروت ارتري عادي. الارتري ده هو ده الايه الارتري اللي احنا بنقول عليه اللي هو الابيرنت انترنال كاروت ارتري اللي هو عباره عن ايه عباره عن الكاروتوكتيمبانيك ارتري اللي ايه اللي حصل له ايه هايبرتروفاي، وهو ماشي في الميدل اير بيمشي فوق البرومونتري اللي تحت اللي هو بيسموه البيزال تيرم او بيسموه كوكيلر برومونتري. كوكيلر برومونتري ده اللي هو البروز اللي بيبقى موجود في الميديال وول بتاع الميدل اير اللي هو التحتاني ده، بلاقي الارتري راكب عليه. الارتري هو ماشي جوه الميدل اير بيبقى ماشي راكب على الكوكيلر برومونتري ومكمل مع الايه ومكمل مع الانترنال كاروتيد ايه الانترنال كاروتيد ارتري. لما بنعمل ام ار اي او بنعمل سي تي اي سي تي انجيو يعني بقدر اشوف الكورس او اقدر اشوف الارتري ده كويس، الاقي ان الارتري ده ان ريليشن للارتري اللي هو الاساسي بتاعنا الاقي ان هو اصغر شويه اتنيويتد شويه لان هو ات از ا برانش ات از نوت ان انترنال كاروتيد ارتري، فلاقيه ان مور ليس اتنيويتد والكورس بتاعه مور لاترال عن الايه عن الكورس بتاع الانترنال كاروتيد ارتري، فبيدي منظر اسمه سبعة لو انا بتكلم على الـ في ناحيه تي دي ريفرس 7 ولو بتكلم عن ناحيه مثلا الشمال ده هيدي رقم سبعة عادي، فسبعة او ريفرس رقم سبعة ايا كان ده المنظر بتاع الايه بتاع الابيرنت انترنال كاروتيد ارتري ان في العينين بتوع في الام ار اي او او السي تي اي. طيب اما الانفلاماتوري كونديشن اللي بتحدث في الميديا ايه، فانا عندي اوتوماستودايتس والكوليستياتوما. الاوتوماستودايتس هو عباره عن انفلاميشن للاكسيد للميدل للميدل اير والماستويد انتروم، عشان كده بيسموه اوتوماستودايتس. فاوتوماستودايتس ات از ان انفلاميشن اوف ذا ميدل اير كافيتي اند ماستويد انتروم، ممكن يحدث اكيوتلي او ممكن يحدث كرونيك. اكيوت معناه الفتره اللي حصلت قليله، اما كرونيك الموضوع بدا ايه بدا يتكرر. العيان شكوته عاده بيجي يشتكي من بوست اوريكولار بين، تلاقي فيه وجع وتندرنس ورا الاي ورا الاير بتاع الاكيوت عين تو الاوتوماستودايتس بوست اوريكولار بين اند اي اند سويلنج. العيان ده كومن في الصغيرين ولا في الكبار؟ الصغيرين طبعا، ده مشهور جدا ان العيان الصغيره يجي يشتكي من ايه او اللي بيزن كتير يقول لك اكشف على ودن عشان يبقى عنده ايه عنده اوتوماستودايتس. ففيري كومن العيانين اللي هم مور كومن في التشيلدرن والايه واليانج ايه او الانفنت واليانج ايه واليانج تشيلدرن. طيب بشخصه ازاي؟ الاقي في اوباسيفيكيشن الماستويد والميدل اير، الاقي الاوباسيفيكيشن كده موجود الماستويد والايه والميدل اير، ده بيسموه ايه اتس ان ماستويدايتس. لو هو بقى له فتره صغيره يبقى اتس ان اكيوت اوتو اكيوت اوتو ماستويدايتس كلينيكال. يعني في بعض الاحيان ان ممكن الماستويد ده يبدا ياكل العظم اللي حواليه، فلاقي ان البوني باوندرز اللي موجوده مش موجوده مختفيه بيتدوب العظم اللي حواليه، بيسموه نوع من انواع الاكيوت اوتو ماستويدايتس بيسموه كوالسنت ماستويدايتس. كوالسنت ماستويدايتس هو ايه اسمه كوالسنت ليه؟ لان العظم كله ايه اتاكل فتحس ان الموضوع لحم مع بعضه، عشان كده بيسموه كوالسنت ايه كوالسنت ماستويدايتس. ايه مشاكل الماستويدايتس؟ مشاكل الماستويدايتس سبريد اوف انفكشن،
سبريد اوف انفكشن ممكن يسبريد along lateral of the mastoid ويعمل حاجه مشهوره جدا اسمها بوست اوريكولار ابس. تلاقي في رينج انهانسنج ليجن حوالين ورا الايه ورا الودن يسموه بوست اوريكولار ايه بوست اوريكولار ايه بوست اوريكولار ابس. او ممكن يسبريد للميديال وول ويعمل حاجه اسمها كنا خدناها قبل كده اللي هي ايبيديورال امبايما او امبايما. لو كنت فاكرين الامبايما كنت قلت لكم لوك فور ايه فور ساينوسايتس او اوتوماستودايتس دايما بيبقى فيها سورس. ممكن تلاقي في امبايما او ممكن يخش جوه البرين يعمل ابسس او ممكن يطلع رونج روف اوف ذا الميدل اير اللي هو سموه تيجمنت تيمباناي يعمل برده ابسس جوه الايه انتراكرينيال ايه في التيمبورال ايه في التيمبورال لوب. من ضمن الابسس لو سبريد الونج الانفير وول بقى بتاع الماستويد لو سبريد الونج الانفير وول بتاع الماستويد بيعمل ابسس بس الابسس ده بيبقى ديب للاسترنال ماستويد. عشان كده الابسس اللي هو بيبقى ديب للاسترنال ماستويد ده بيسموه بيزولد ابسس. الابسس ده ليه كلينيكال اهميه لانه في الدكتور ممكن يحس البوست اوريكولار ابسس عادي بيبان كانه سوالك. اما الابسس ده لانه هو بيبقى ديب للاسترنال ماستويد فممكن ما يحسوش وممكن ما يعرفش ان في ابسس. عشان كده لازم تبص عليه وبيسموه زي ما قلنا اتز بيزولد ابسس لانه كلينيكالي بيبقى ايه مش بيبقى ابيرنت ايه مش بيبقى ابيرنت كلينيكال. طيب اما الكرونيك لو الموضوع ده اتكرر فيسموه كرونيك اوتوماستودايتس. موضوع بنفس الشكوى بس ريبيتد على فترات كتيره يسموه كرونيك اوتوماستودايتس. وفي العيانين بتوع الكرونيك الاقي ان السراوندنج بوني باوندرز بدا يبقى فيه سكلروزس فنلاقي ان العظم اللي حوالين الماستويد انترب ده بدا يبقى سكلروز وبدا يبقى دنس. فبدا يعرف او اقدر اشخص او اسجست من ده ان ذيس ان كرونيك ايه كرونيك ايه كرونيك اوتوماستودايتس. ممكن يبقى الاوسكل مع كرونيك اوتوماستودايتس ممكن تبدا يحصل فيها ايروجن فممكن الاقي فيه ايروجن موجوده ما الاقيش الاوسكلز موجودين كويسين ما بقاش فيه اوسكلز خالص فبيسموها كرونيك اوتوماستودايتس ويز اوسكلر تشين ايروجن. او العكس ممكن يحصل فيه سكلروز الاقي ان العظم بدا يبقى مور دنس التمبريك ممبرين بدا يبقى فيه سكلروز زي كده بدا يبقى فيه الريجولاريتي موجوده في الاوسكل زي كده نتيجه لديبوزيشن اوف ايه اوف بون فده يسموه يبقى يحصل بدل سكلروز الايروجن ممكن يحصل ايه سكلروز يسموه تيمبانو سكلروز. المهم الكرونيك اوتوماستودايتس ممكن يبقى معاه ايروجن او ممكن يبقى معاه ديبوزيشن اوف كالسيوم وسكلروز للايه للاوسكلز. طيب اما الكوليستياتوما فالكوليستياتوما بقى ده الاساس بتاعها. الكوليستياتوما اساسها دايما بيبقى في الميدل اير المور كومن او الباثولوجي بيبقى في الكوليستياتوما موجود في الايه في الميدل ايه في الميدل اير. طيب احنا عندنا زي ما قلنا نوعين من الكوليستياتوما ممكن يبقى اكوايرد او ممكن يبقى كونجنتال. الاكوايرد بيحصل نتيجه لريبيتد ايه ريبيتد انفكشن. ريبيتد انفكشن ده بيعمل ايه يروح ساحب التيمبانيك ممبرين دخله لجوه. لما يسحب التيمبانيك ممبرين اللي دخله لجوه التيمبانيك ممبرين اللي بره ده الابيثيليوم دخل لجوه فبقى كلوز سبيس اكن الجلد دخل لجوه بقى متحوط في كلوز سبيس وعمل ايه شبه زي ما قلنا زي ما قلنا ايه الابيديرمويد ويبدا يفرز كميات كبيره من الانزيمز اللي تبدا تقرقض العظم اللي ايه اللي حواليه خلاص. المكان اللي بيحدث اكتر مكان يحصل فيه ريتراكشن البوكيت ده هو الجزء الفوقاني من التيمبانيك ممبرين ده بيسموه بارز ايه عند السكيوتم بيسموه الجزء من التيمبانيك ممبرين ده بيسموه بارز فلاس. عشان بيسموه الكوليستياتوما بتطلع من هنا اسمها بارز فلاس ده كوليستياتوما. لو طلع لو ريتراكشن ده حصل من الجزء التحتاني بيسموه بارز تنسا كوليستياتوما. الاثنين ار اكوايرد كوليستياتوما والاثنين نتيجه للريبيتد انفكشن ولكن المور مور مور كومن البارز فلاسيد كوليستياتوما. بارز تنسا دي قليله جدا 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 حتى صعبه ايه صعبه التشخيص اللي هي بيسموها بارز ايه بارز فلاسيد كوليستياتوما. طيب عشان كده العيان ده بيجي يشتكي من شكوى جدا او كلينيكال بيبقى ايفيدنت جدا الدكتور بيبقى شاكك في حاجه من اثنين لا اما يكون شايف الريتراكتد بوكيت زي ده الريتراكتد بوكيت كده في بوكيتس ريتراكتد زي كده ومش قادر يشوف الكوليستياتوما ورا الانتكت تيمبانيك ممبرين او ان يبقى في التيمبانيك ممبرين بيرفوريت وهو قادر يشوف الكوليستياتوما ورا التيمبانيك ممبرين ثرو هيز بيرفوريشن. سواء كده او كده العيان او الدكتور بيبقى شاكك فعلا ان العيان ده عنده كوليستياتوما لانه يا اما يكون شايف البوكيت ريتراكتد بس داخل جوه بس مش قادر يشوف الكوليستياتوما لان التيمبانيك ممبرين از انتكت او ان هو يكون التيمبانيك ممبرين بدا من كتر ريبيتد انفكشن بدا يتخرم فبدا يشوف من ورا التيمبانيك ممبرين قادر يشوف ان في كوليستياتوما موجوده وذين ده ايه وذين ده التيمبانيك ممبرين. مش متخيله ايه التيمبانيك ممبرين يبدا يخش جوه يعمل زي بوكت كده يعني هو هنا النيجاتيف بريشر بيزيد فيبدا التيمبانيك ممبرين يخش جوه زي كده يعمل بوكت لما يخش جوه يبدا يتقفل
لما يتقفل يبدا بقى الكيراتين اللي هو بره ده، الابيثيليوم اللي هو بره ده، يبدا يكمل افراز كيراتين ويبدا يطلع انزيمز ويكون ايه، يكون الكوليستياتوم. خلاص المفروض ان هنا انا لو جيت لو تمبريك ممبرين از انتكت خلاص مش هقدر اشوف غير ان في حته بس داخله لجوه ريتراكت، بس مش قادر اشوف الكلكيعه اللي ورا خلاص، وده منظر. او ان هو يكون مخروم واقدر اشوف، هو الدكتور يقدر يشوف من الايه، من التمبريك ممبرين الايه البوكيتس الريتراكت اللي جوه الكوليستياتوم يعني. ماشي. طيب وبعدين بيجي يشتكي من ريبيتد اتاك اوف كرونيك اوتوماستايتس، كل شويه بيجي يقول له بوست ريكولر بين وتشين، وبعد بدا ممكن يحصل كمان يبقى في ديستشارج، بيقولوا ان ريحته بيبقى فول سميلنج، ايه فول سميلنج ديستشارج. ازيك الاخبار دول اهو. الكوليستياتوم بشخصها بالاتي، ان انا الاقي فيه سوفت تيشو سنتر على البروساك سبيس. ايه هو البروساك سبيس؟ هو السبيس اللي بيبقى موجود ما بين السكيوتم والاوسكل. الاوسكل اهي والسكيوتم اهو. السكيوتم ده اللي هي الحته المدببه اللي بيمسك فيها التمبريك ممبرين، اللي هو ده التمبريك ممبرين خلاص، ده السكيوتم خلاص. السبيس اللي ما بين السكيوتم لاترال والاوسكل ميديال، السبيس ده هو ده بيسموه بروساك سبيس. انا هلاقي في العيان بتوع الكوليستياتوم هلاقي في سوفت تيشو ليجن سنترد على البروساك سبيس ما بين الاوسكل والسكيوتم، ومقرقد السراوندنج ايه ستراكشرز. اذا الاقي مقرقد الاوسكل، الاقي الاوسكل بدا يبقى فيها ايروجن، الاقي الكورتكس بتاعتها بدات تبقى مقرضه كده، بدا يبقى فيها ايروجن، الاقي السكيوتم اللي هو المفروض كان بيبقى بوينتد الاقيه شايفين بلانتد زي اكني حد ايه شطفه، فبلاقيه ايه بلانتد. فمن ضمن الساينز المشهوره جدا ان انا الاقي في سوفت تيشو سنترد على هنا على المكان ده، ومقرقد الاوسكل زي كده، وعامل ايه، وعامل بلانتنج للايه للسكيوتمز او سكيوتم ايه سكيوتم ايه سكيوتم ايروجن. الايروجن از اسينشال، الايروجن اسينشال لتشخيص الكوليستياتوم. ما ينفعش تشخص كوليستياتوما من غير وجود الايروجنز. وبالتالي اف ميدل اير سوفت تيشو از سين وذاوت بون اور اوسكل ايروجن دو نوت سجست كوليستياتوم. خلاص فالكوليستياتوم عشان تقدر تشخصها لازم تشوف الايه الايروجن. اكتر ايروجن بتبقى موجوده في الاوسكل، وبتبقى موجوده فين في الكوليستياتوم. ممكن الاقي ايروجن في حته ثانيه، ممكن الاقي ايروجن موجوده في اللاترال وول بتاع السيمسيركل كانال، فلان اللاترال وول اللي هي عامله سيمسيركل بريمونت الاقي في ديهيسنس كده، وبدا يبدا يحصل فيه ايروجن. ده بيسموه لابيرينثاين فيسترا، اكن في فيسترا ما بين الانترنال اير او الانر اير والايه والميدل ايه والميدل اير، بيبدا يفرز اندولينف، عشان كده بيسموها لابيرينثاين ايه فيسترا. ممكن يعمل ايروجن للفيشيال كانال، شايفين فيشيال كانال دي التمبانيك بورشن بتاع الفيشيال كانال المفروض بيمشي هنا، الاقي ان الوول بتاعها ما بقاش موجود، فيبقى عيان يجي يشتكي من فيشيال نيرف باراليسز نتيجه لوجود الايروجن الفيشيال ايه الفيشيال كانال بتاع التمبانيك ايه التمبانيك ممبرين. طيب ممكن يرود الانتراكرين الروف بتاعه الميستويد اير سيلز اللي هو بيسموه تيجمنت امبراي اللي هو الرفيع ده، ويبدا يسبريد جوه الايه جوه الانتراكرينال ايه، يبقى ليها انتراكرينال ايه يبقى انتراكرينال اكستنشنز. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ومن ضمن الحاجات اللي في الكوليستياتوما لازم تقولها، اذا كان في اكستنشنز للريسيسز اللي ورا، اللي هم عندنا اثنين ريسيسز موجودين في البوسيرول بتاع ميدي ايه، واحد اسمه ساينس تيمباناي واحد اسمه فيشيال ريسيس. فاش ساينس تيمباناي وفيشيال ايه فيشيال ريسيس، الاثنين دولت الريسيس دولت بيبقوا موجودين ورا. الاثنين الريسيس دولت اللي الكوليستياتوما لو هم وصلهم لازم تقولهم اذا كان فري ولا انفولفمنت اوف ذيس ريسيسز. ليه الريسيس دولت؟ لان الريسيس دولت تعتبر هيدن ارياز بالنسبه للجراح. لو هو مش عارف ان الكوليستياتوما واصله لهذه الاماكن هينظف وهيسيب الاماكن دي فيها كوليستياتوما ويحصل العيان ايه يحصل العيان ريكرنس. وبالتالي لازم تقول اذا كان في ساينس تيمبناي او فيشر ريسيس اكستنشن ولا لا، لان الاكستنشن بتاعهم از اسوشييتد وذ هاي بوست اوبرتيف ريكرنس ايه ريكرنس ريت. الكوليستياتوما زي ما اتفقنا في الام ار اي بتبقى فيها ديفيوجن ريستريكشن، يعني الكوليستياتوما عباره عن ابيديرماي، وده قلنا بنلجا له في العيانين بتوع البوست اوبرتيف عشان نحدد اذا كان ده ريكرنس ولا ولا بوست اوبرتيف جرانيشا تشو او بوست اوبرتيف تشينجز. طيب الديفرنشال ان ممكن لما الاقي ايروجن ممكن دي يبقى كرونيك اوتوستاتس مع سيكريتين ايروجن، ولكن عيان بتاع كرونيك اوتوستاتس بيبقى الموضوع بيبقى مور ديفيوز، ما بيبقاش سنتر بس على السوفت على الـ 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 الموضوع بتاع البروساك ايه بروساك سبيس. وزي ما قلنا الموضوع بيبقى كلينيكالي ايفيدنت ان الدكتور بيبقى غالبا يا اما شاكك في شايف الكوليستاتوما او شاكك ان في كوليستاتوما لان في ريتراكتد ايه ريتراكتد بوكيتس. او الثانيه النوع الثاني من الكوليستاتوما اسمه بارز
تنسى كوليسيوتوما، وده زي ما قلنا ده نوع قليل جدا، وبلاقي السوفت تيشو اللي موجود بيبقى راكب على الانفيور اسبكت بتاع التمبريك ممبرين، مش بيبقى على السوبيور اسبكت بتاع التمبريك ممبرين، ومعظم البلك بتاع السوفت تيشو بيبقى لاترال او بيبقى ميديال قصدي للاوسكل، الاوسكل اهي وبيبقى سوفت تيشو ميديال ليها. اما العيين بتوع بارز فلاس ده كوليسيوتوما اللي هي الكوليسيوتوما العاديه بتبقى هنا، ويبقى السوفت شو معظمه بيبقى ميديا لاترال للايه للاوسكل، بيبقى موجود لاترال للايه للاوسكل. اما في البارز تنسى بيبقى ايه، بيبقى الموضوع بيبقى اكتر، بيبقى مور ميديا للايه للاوسكل، وبيبقى سنترد على الانفير بارت بتاع التمبريك ممبرين مش السوبير بارت بتاع التمبريك ممبرين. هما دي نوع نادر جدا، وبيقولوا ان ده بيبقى ده النوع ده هو المور كومن ان يحصل فيه اكستنشن للساينس للمنايول فيشر اساس، وبيقولوا ان هو مور كومن ان يحصل له بوست اوبرتيف ايه، بيبقى عنده بوست اوبرتيف هاي، بوست اوبرتيف ريكارنس ايه ريكارنس ريت. بيعمل لا الاوريجينال سكيوتم ما بيعملش، لان هو بيبقى بعيد عن السكيوتم، فعاده لان هو مش بيبقى بعيد عنه فبيبقى يقرأ اكتر الاوستيكل، بيبقى بعيد شويه عن الايه عن السكيوتم. في طبعا بس انا بقول بتكلم على المين بالك بتاع الايه السوفت تيشو. طيب اخر حاجه هو الجلوماس تيمبانيك. الجلوماس تيمبانيك ده ات از ا هايلي فاسكولار تيومر بيطلع من الميدل اير. ده عموما ده ان شاء الله هنتكلم عليه في تفصيل في الهيد في المحاضره بتاعه الكاروتيد بادي تيومرز في الهيد والنيك ان شاء الله، في لما نتكلم على النيك سبيسز. الجلوماس تيومرز دولت عباره عن حاجه اسمها باراجانجليومز، وباراجانجليومز ده تيومر بيطلع من باراجانجليون سيلز، هي خليه بتبقى جنب الجانجليون سواء كانت سمباثيت الجانجليون او برا سمباثيت الجانجليون. في جلوماس تيومر كتيره، جلوماس فيجال، جلوماس جاجيلار، في عندي كاروت بادي تيومر، في عندي الفيوكروموسايتوما، كل دول ار باراجانجليومز. خلاص بيمتازوا كلهم ان هم هايلي فاسكولار تيومر، بيبقوا اكستنسيفلي هايلي فاسكولار تيومر، ولما بيطلع من الميدل اير تيومر ده يبدا العين يشتكي من شكوى مشهوره جدا اللي هي ايه البالستايل، ايه بالستايل تينيتس، وده شكوى مشهوره انه تيز هايلي فاسكولار تيومر. بيطلع بيقولوا ده بيطلع من نيرف اسمه جاكوبسنز نيرف، ده من ضمن البرانشات بتاعت الجلوسفارينجيال نيرف، مش مهم ده برده بارا سمباثيك نيرف، بيبقى موجود وجنب الجانجليون بتاعته بيطلع الايه الجلوماس تيمبانيكام بارا جانجليون. طيب بشخصه ازاي؟ بلاقي ان في intensely enhancing lesion، بيبقى غالبا صغير مش بيبقى كبير، بيبقى intensely enhancing lesion بيبقى راكب على الكوكيلا برومونتري. ده قلنا البيزل تيرم بتاع كوكيلا عامل برومونتري، الارتفاع ده اسمه كوكيلا برومونتري. الاقي في enhancing soft tissue lesion اهو، ال intensely enhancing ده قبل الصبغه وده بعد الصبغه، خد صبغه جدا بعنف فانتنس شبه الارتري بالظبط، فاخد انتنس انهانسنج ريجن راكب على الايه راكب على الكوكيلر ايه راكب على الكوكيلر برومونتري. فانتنسلي انهانسنج ليجن اوفر رايندنج ذا كوكيلر برومونتري ان بيشنت وذ ابالستايل تينيتس لازم تشخص ان ذيس جلوماس ايه جلوماس تيمبانيكم. فالام ار اي انهانسمنت بيبقى احسن بكتير من الام ار اي من السي تي، تقدر تشوف انهانسمنت براحتك، تقدر تعمل سبتراكشن براحتك، فتقدر تشوف الانهانسمنت جدا في العينين بتوع جلوماس ايه جلوماس تيمبانيكم باراجانجليوم. طيب الديفرنشال دايجنوزس مع العين ده هو الابيرنت انترنال كاروت ارتري، لان الابيرنت انترنال كاروت ارتري بيبقى ارتري راكب وذا ارتري بيبقى انهانسنج ليجن راكب برده على كوكيلر اي برومونتري. ازاي فرق ما بينهم؟ ده هلاقيه ابيرنت انترنال كاروت ارتري هلاقيه مكمل مع الكاروتيد العادي، ده مش هلاقيه مكمل مع الايه مع الكاروتيد الايه العادي. وبالتالي اللي خدناه في المحاضره النهارده، ايه اللي خدناه في المحاضره النهارده؟ اللي خدناه في المحاضره النهارده الكونجنتال ديزيز بتاع الاكسترنال اير اللي هم الاتريزيا، وقلنا في الاتريزيا العيان بيبقى كلينيكالي ايفيدنت ما عندوش اكسترنال ايدر كانال وبيبقى معاه اوريكولار ابنورماليتي. وبعته لك عشان خاطر ترد له على كذا سؤال، الاتريتيك بليد ده اوسياس ولا ممبرنس، الاتريتيك بليد لو اوسياس نيوماتايزد ولا لا، الميدل اير هايبوبلاستيك ولا لا، اذا كان في اوسيكال تشين ابنورماليتي ولا لا، والاوفال ويندو اذا كان اتليتيك هايبوبلاستيك ستينوتيك ولا لا، فيشيال نيرف اذا كان موجود في مكان ولا في انتيرو ترانسليشن ماستويد سيجمنت بتاع فيشيال نيرف. مهم جدا في الانفلامات، خد اتكلمنا عن الانفلاماتوري ليجنز بتاعت الاكسترنال اير وعرفنا فيهم اتنين بيبقى فيهم ايروجنز اللي هم مالجنانت بلايتس اكسترنا وتز ا وايد سبريد بروسيس بيبقى انفولفينج الاوسيكال وبيبقى انفولفينج الاوريكل وانفولفينج السوبرا هايويد نيك سبيسز والتي ام جي. اما لو كانت لوكالايز بروسيس على الاكسترنال كانال وبيبقى اندرلاين بس اندر فوكال اندرلاين فوكال بوني ايروجن وجواها بوني فليكس فتبقى الكوليسياتوم. اما الاثنين اللي بيبقاش معاهم بوني ايروجنز ففي واحده بتبقى كومبليتلي اوبليتريتنج الاكسترنال اير وبيبقى معاها اكسبانشن اللي هي يسموها كيراتوز اوبتيرانس. اما الواحده اللي بتبقى بس موجوده ميديالي وبتبقى ليها كريستنتك اوتر بوردر اللي هي بيسموها ميديال كانال فايبروز، والاثنين بيبقوا باي لاترال.
اما العينين بتوع النيوبلاستيك ليجنز بتوع الاكسترنال اير، فاتكلمنا على الاوستيوما والاي سيرفرز اير. الاوستيوما قلنا بتبقى بدانكيوريتد وبيبقى ليها نارو بيز وبتبقى غالبا يونيلاترال، اما لو كان موضوع سيركمفرنشال وبيبقى برود بيز وبدا ينكروتش على الاكسترنال اير فده بيسموه سيرفرز اير، والموضوع بيبقى بايلاترال في العينين بيتعرضوا لكولد ايه كولد ووتر اكسبوجر. اتكلمنا على الفرق ما بين اللاترال والابرنت انتنا كارد ارتري. اللاترال هو عباره عن انتنا كارد ارتري عادي خالص بس متزحزح شويه ورا، وقلنا خلي بالك ما يبقاش معايا معايا ديسنس ولا لا. اما الابرنت انتنا كارد ارتري في السيرفايكال بورشن ما بيبقاش موجود وبيتعوض عنه بارتري بيبقى ماشي جوه الميدل اير كروسنج الكوكيولار برومونتري، وقلنا بيبقى عاده اصغر من السيرفايكال سيجمنت بتاع الانتنا كارد ارتري اند مور لاترال ايه مور لاترال ايه ان لوكيشن. اتكلمنا عن الاوتوماستايتس وعرفنا ان في منه اكيوت وكرونيك، واتكلمنا على الكومبليكيشنز بتاعته الابسيز، واهم واحد فيهم اللي هو البيزو ابسيس اللي هو بيبقاش كلينيكالي ايفيدنت ولازم تبقى تقول له اذا كان في كومبليكيشنز ولا لا. اتكلمنا على الكوليستياتوما وعرفنا ان هي بشخصها نلاقي فيه سوفت تيشو سنتر ده على البروساك سبيس اسوشيتد ويز بون ايروجا سواء كاكوسيكر او سكيوتم، وقلنا من غير ايروجا ما تسجستش كوليستياتوما. اتكلمنا عن الجلوما تيمبانيكم وعرفنا ان هو عباره عن انهانسنج تيومر او انهانسنج سوفت تيشو ليجن سنترد على الكوكيولار برومونتري، ومهم جدا ان احنا نفرقه ما بين الابرنت انترنال كورتي ارتي لو كمل يبقى ابرنت مع انترنال كورتي يبقى ابرنت انترنال كورتي، ما كملش يبقى ديس جلوماس ايه جلوماس تيمبانيكم تيومر. ان شاء الله المره الجايه نكمل ايه الانر اير والبيترس ايبكس ان شاء الله. محاضره مهمه يعني ما تحاولوش تاخر. هو الاوتي بتاع اللي قبلها بتاع البرنيزه الاول واحد مش شغال مش شغال اه. طب ابعته لك انزل اعمل لك تاني. طيب اوكي ماشي كده البرنيزه الاولاني والثاني والنهارده الباور بانك.